جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أولويات المجتمع واهتماماته، أجرت شرطة أبوظبي خلال الأعوام الأخيرة الماضية عددا من استطلاعات الرأي العام للجمهور. وأوضحت هذه الاستطلاعات فيما يتعلق بمنظومة السلامة المرورية التي تنشرها شرطة أبوظبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن مكافحة الجريمة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 21%، فيما احتلت الخدمات الذكية المركز الثالث بنسبة 17%. هذا وتحرص شرطة أبوظبي على التعرف بالمحتوى الأكثر أهمية والقنوات المفضلة لدى المجتمع، وذلك ضمن جهود منظومة الاتصال المؤسسي والتقييم وتطوير المحتوى الإعلامي. من جهة أخرى، تفاعل الجمهور مع هذه الاستطلاعات يؤكد تجاوب المجتمع مع الرسائل الإعلامية والحملات المنتظمة التي تنشرها شرطة أبوظبي، كما يؤكد وعي السائقين بالنظم واللوائح المرورية وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق والتحذير من التجاوزات والتصرفات السلبية. شرطة أبوظبي تقدم عبر قنواتها الإعلامية خدمات إخبارية يومية إلى جانب رسائل التوعية والتنبيهات التحذيرية الاستباقية بالحالات الطارئة على الطرق على مدار الساعة، تأكيداً للشراكة بين الشرطة والمجتمع لتعزيز أمن وسلامة أبوظبي.